بحرت المقاومة الشعبية في الجبهة الشرقية بمريس الضالع ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى منطقة العرفاف قرب مدينة دمت. وقال مصدر في المقاومة إنه تم السيطرة على أجزاء واسعة من العرفاف، حيث تم استعادة منطقة ذنب الحمار. وأوضحت المصادر مقتل القائد الحوثي أبو علي في الاشتباكات التي دارت اليوم بين المقاومة والمتمردين. وأفاد شهود عيان إنهم لاحظوا فرارا جماعيا للميليشيا من العرفاف باتجاه مدينة دمت جراء الضربات الموجعة التي طالتهم رجال المقاومة والجيش الوطني. صباح اليوم كان في تجمع لمجموعة أفراد وتم الضرب عليهم، فالأنباء تقول إن مقتل القائد أبو علي والفرار مستمر من العرفاف ونجد القرين. الآن أحدهم يتصل لي يقول لي لا يوجد أحد في نجد القرين، حتى نقطة التفتيش التي كانت هناك قال لا يوجد فيها أحد. إن شاء الله المقاومة ستتقدم باتجاه دمت.